وهنا جيت الكبسول ديال اليوم كتهضر على قانون اغلاق الحساب البنكي، قانون رقم 503 نزولا لطلب المشاهدين. وقبل ما نبداو الحلقه ديالنا نبغي كلشي يدعمنا بالاشتراك اعجاب وتعليق. كما جرت العاده معلوماتنا مستنبطه من مواقع موثوقه، جريده رسميه وخبراء في المجال. معلومه قانونيه، قانون 503 من مدونه التجاره، جريده رسميه رقم 6290 بتاريخ 2014 شهر 9/11. بدينا كما كنعرفوا في هذا الموضوع كاينين جوج ديال الاطراف، الزبون ومن طبيعه الحال البنك، وكتجمعهم واحد العلاقه تعاقديه. والبنك ما كيعاقبك ما كيدخلك للحبس، كل وضوح، لان البنك ليس مؤسسه من مؤسسات الدوله، واي حاجه طرات ما بين البنك والزبون كيرجع الحكم ديالها للمؤسسه القضائيه، سواء كنتي ظالم ولا مظلوم. ارنا المفيد، يقفل الحساب البنكي للزبون ثلاثه ديال الحالات: عدم تفعيل الحساب واللي هو عنده شروط، والوفاه، وانعدام الاهليه. وما نساوش قبل ما كتسد البنكه الحساب ديالك تتراسلك بواحد الرساله، الاجل ديالها 60 يوم، الا ما استجبتيش راه خصو يتسد. والعنصر الاول هو اللي عندنا به الغرض اليوم، وحسب القانون 503 المؤسسه البنكيه ملزومه بقوه القانون على اغلاق اي حساب بنكي يقل رصيده على 100 درهم ومرت عليه سنه دون تفعيله. يعني الا كان عندك واحد الحساب والقيمه ديال الرصيد ديالو قل من 100 درهم وما حركتيش لمده عام، اوتوماتيك خص البنك تسدو ماشي تخليه مفتوح. وكاين الناس اللي كيمشيو عند البنكه دونك يقولوا له واخا سيدي حنا غنسدوه، وكيسدوه في النظام الذاتي وما كيسدوش في النظام المعلوماتي او العكس، والزبون ما كتكون عنده حتى شي دليل انه راه بلغهم باش يقفلوه، وهذا كيتسمى التحايل ديال البنك على الزبون باش يسرقوه بالدارجه. دونك الى الحساب ديالك مازال ما تسدش من بعد عام وكتحاول البنكه انها تمتص منك الفلوس ديالك بطريقه غير شرعيه، يمكن لك تكتب واحد الطلب ودير له نسختين، غتقدم واحد لموظف هذا البنك وواحد تقول لها تكشي لك وتردوا لك. الا كشات لك ما عندك حتى شي مشكله، تشد ديك الورقه كحجه انكم بلغتيهم باش يسدوا الكونت وتمشي في حالك. ما بغاش تكشي غتدي الطلب مباشره المفوض قضائي، وهو المفوض القضائي غيبلغهم مباشره. والا قام بهذه العمليه ما بقى للبنك ما دير، وكما كيقول المثل المخير في خيلها تركبه. وبالنسبه للناس اللي الكونت ديالهم فاعل وخدامين به، ثلاثه الامور ما خصكمش تنساوهم. انت كزبون يجب ان تتوفر على وثيقه تعاقديه بينك وبين البنك. ثانيا مراقبه الاقتطاعات ومقارنتها مع العقد، يعني الا كانت عندك امكانيه. ثالثا الا غيرتي مقر السكنه خصك تشعر البنك بالعنوان الجديد ديال الدار اللي ساكن فيها. ونتمنى الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم، واللي مازال عنده شي سؤال يسولنا في لي كومونتير. حلقتنا سالات والميساج راه وصل، تحياتي.